مين الأفضل بالشغل، النساء أم الرجال؟ بحوث ودراسات أثبتت أن النساء الموظفات أفضل في أماكن العمل من الرجال بنسبة 10%. النساء بتشتغل بجد أكثر من الرجال، وهن أكثر إنتاجية، وكمان عندهم معدل لإتمام العمل بشكل مساوٍ أو أكثر بشوي من الرجل. وبحسب منصة هايف الإنتاجية، 55% من المهام بتم تكليفها للنساء مقارنة ب 45% تعطى للرجل. شوفك باي. وإذا مفكرين أنه الحكي الجانبي بيمثل مشكلة للنساء، فأنتوا غلطانين. على العكس، هالشي ما بيعيقهم، بيخليهم ينتجوا الشغل أكثر بنسبة 10% حتى مع الدردشة. هالشي بيرجع كون المرأة تجيد تعدد المهام، وهي أقل عرضة للإلهاء وبتعمل بمرونة، وهي القدرة بتأثر بشكل إيجابي على إنتاجيتها وبتخليها توازن بين العمل والأسرة. يعني حتى مع عمل الرجال في عطلات نهاية الأسبوع، إلا إنه النساء بتتفوق عليهم لأنهم بنجزوا أقل من 10% من المهام. بعد سيطرتنا على سوق العمل، يا ترى شو راح يكون ردة فعل الرجل؟